نقول انا حمد التيمي ومع بروح حاسب العيون ما في كذا ما في طيب خلاص كلنا متجمعين هنا نبي نشوف قد ايش كراش صعبه وقد ايش احنا بنكون فاشلين في اللعبه. طيب وقلنا لازم نلعبها كلنا ما ينفع بس عمران يلعب الحاله ولا ذا، واستغلينا ان فهد مش موجود عشان ما يقدر يصارخ علينا في الفيديو. اوكي فاللي بيصير بسيط جدا، اللعبه بتكون ممتعه. احنا الاربعه كل واحد فينا بيلعب 15 ثانيه، اول ما تخلص 15 ثانيه يعطي اللي جنبه يلعب، وهكذا اللي يجي دوره ب 15 ثانيه حقته ويموت في اللعبه يطلع برا برا الى ما يبقى واحد الحاله بس، اللي يبقى الحاله هذا ياخذ نقطه وكذا يكون فاز بالجوله الاولى، وبنكمل معنا اربع جولات لما نعرف نهايه اليوم مين احسن واحد فينا في لعبه كراش الجديده. فبنبدا الحين، عمران اول واحد بيلعب. ما حاعطيكم اليد انا 15 ثانيه لي بس. طبعا في شرط واحد قلناه انه ما يمديك توقف وانت تلعب عشان ما تموت. فالحين عمران بيبدا ونبدا 15 ثانيه. طيب يلا بسم الله. اللعبه يقولون صعبه. كم وصل؟ 7 ثواني. 12. والله وصل عندي. اوكي امسك. يلا كمل. امشي ولا توقف، لا توقف، شايفك شايفك شايفك. ماشي انا داعي. ما عندي. واحد اثنين ثلاثة. احمد دورك. يلا خلينا نشوف احمد. من زمان ما عمري شفت احمد يلعب ترى. برا اطلع برا اطلع برا. يلا دور الدور. يلا عبد الله دحين. عبد الله ايش في يركب الحمراء؟ دقيقه استنى دقيقه. يلا روح ايش حدك ماريو اصلا والله مره صح. ما مالك في العاب الكبار. اطلع برا برا. احسب لي متى ما اقدر اشوف. يلا يلا لا فين جلس معنا ذا؟ خلاص برا. لا خلاص طلعت انت. عبد الله برا 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 كذا. معلش 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 تجون في الجوله الثانيه. يلا خمسه. يلا عبد الله يلا بردقة. الله كيف ضغط اكس بعدين حسيت انه ما راح اوصل ضغط اكس ثاني دبل جمب. انا كم باقي؟ انا دعست كمل كمل كم باقي؟ باقي باقي خمس ثواني. خمس ثواني يما واحد هات 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 امسك والله جد اطيح. اوكي والله جايب لي موت فيها هذا اللي احمد مات فيها 25. اوكي عدينا المرحله نخش مرحله ثانيه اجل انا وياك خلاص كويس. كم ضيع؟ انت تتحمل تضيع كله لانك فزت. لما تشغل لي هذول لا لا هذول ماتوا على طول من اول ما مسكوا اليد. احمد امسك لنا بالله العداد. اوكي المرحله الثانيه بيني طبعا انا لاني فزت انت يلا يلا 15 ثانيه وقل لنا يعطيني كم كراش في بلاي ستيشن 2 كان لودنج حقها ساعتين ساعتين شيء كذا طويل. والله جيت اموت. احمد شوف كم باقي. اربع ثواني ثلاث ثواني ثانيتين وقف امسك. والله جيت اموت. لا لا ما ترجع ورا روح سيبها سيبها. لا تضيع البرتقال حقي. لا بس انا الفايز. يلا نقطة لي الحين. يلا ارجع 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 كل واحد مكانه نكمل على المرحلة نفس المرحلة ذي. اي نفسها نفسها. اوكي احمد طب وقف عندي اللعب عط احمد. اوكي احمد الحين دور لا تموت الحين اقعد معنا شوي. اوكي يلا اوكي اول مرة العب اللعبة بس اقول للناس من 97 معلش 97. اوكي بدا الوقت بدا الوقت. انا ودي انصح احمد بس ما ابغى انصح ما ابغى اشوفه يغلط غلط ودي انصح فيه بس ما وش اسوي؟ ما اعرف بترك اي حاجه ما راح اكسر شيء. اصلي عليك عبد الله برا 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 خليك برا بالمره من 20 ثانيه. يلا يلا روح روح ابدا ابدا انتبه انتبه تبطل كذا خليك فنان اي احسن ايوه شوتو كذا خليك احسن ايوه احسن من احمد خليك بماري ذي شوف ما سويت شيء ما تعلمت كيف تلعب زين محترف عطم الله عطم الله يلا دوري لا ترميني قدامه لا ترميني قدامه مو كذا لا عبد الله دوبني يلا لازم تمشي عاد خلص الوقت بردقة عطني عطني يلا يلا 51 يلا روح كم هو من 51 15 ثانية كم يسوى؟ ها؟ كم يساوي؟ هذه 10 ثواني راحت باقي 6 باقي 6 ثواني عبد الله تجهز بس وقف اعطاك اعطاك وقت كويس اعطاك وقت كويس من 10 حسب كويس خليك غشاش والله قاعد تجمع احنا وهو يموت الله ضيعنا البرتقال كلها المفروض في خصم نقاط ضيعت برتقال من جد
جت صدق؟ لا ما عليها. موتو تعطيني يد. موتو يقدر يعطى خلاص عطى خلاص لا شوف يعطيني كذا يعطيني صح عمران لا تكون جاهز. اوكي خلك استعد مالك. ما اعطيك مروح انا اريد حتى ذي ماني شايلها. اي والله ما انتبهت لك. دوري اوكي ترى 5 على الدقيقة. يا سلام شوف الفن شوف يا سلام. بس هسه انا وانا وياك عبد الله هسه الموضوع ما في رايف ون اب. لا ما ترجع برا. صح هذا لسه برا. ابدا بدا ما له سرعه. انا شغل دبر حالك. هذا حيطول فيه صدق المرحله دي. ايوه ما انت عارف انا ترى قديم هذه الحركه ما دي. استنى ما احسب الا لما تطلع فوق. يلا تغش. انا عارف كيف العب معك. 20 وطول 25 نبوه وباقي لك 5 ثواني. لا باقي لك كمان زياده. يلا باقي له 35 على 35. والله محترف. عط عمران جيب طب الارواح لنا جمع شيء. اوكي هذه والله اني قاعد العب بسرعه يا شباب. بس عليك ما تشك بوينت. هاي شوف تعال يلا هذا مش راح يقعد دي خلاص. لا شباب ورطوا. اوكي 55 طولت يا شباب شوي يعني. بس احنا شباب فنانين في فرق. ظاهر انه تزحلق ولا خلاص وقف ورط. عبد الله وقف بعدها وقف ورط زحلق. هي خليه يورط 15. يلا على 30 تعطي على 30 عبد الله يقدر. عبد الله احسن من احمد يروح القد لا طلع محترف والله كويس. لا تطيح طب واقف باقي لك ثانيتين بس. يلا اطلع برا. اوكي يلا عمان. يلا حدك كينغدم هارت. ما لا كراش احسن. لازم انتظر هذا. وين على الحفه والله امشي معك خلاص. اوكي هتزحلق دي سنه طيح. يلا يا حنونه حنين. يلا ها بدأ. شكلها فوز مرة إن شاء الله قد. لا حمد عليك. قد. هو. ضرب دونكي كونغ ليش؟ روح. بقى. الله يستر. صارت على أعصاب الحين. أوكي. يلا رحت يلا. إلى 35. ما لازم أوقف عليك. وقف. والله جبته. لا. ما عمدين. اوكي احمد بس يا واحد الفاشلين رجعوا. يلا يرجع واحد دورك احمد. اوكي احمد اصبر. 1 2 3 يلا لا انت تكمل انا مت. لا استنى يجي احمد. لا انت لخبطت. لا احمد يبقى. انا شني مت. انت المفروض دورك. احمد يجي يعني. محمد مات. شوف هذا اول مره دافع عني. لا دوري من جد. ما كان دوري. اوكي كيف يقولون الناس انها صعبه؟ صح سهله. روح ما في تاخير. والله رجعنا ورا. اوكي تفضل انك وقف. بعطيك خلاص دار احمد. يلا احمد 20 ابدا. فوق لا تضرب ندلل ورا دخل. تبي الاخضر يزلق ها؟ ما عليك. يلا بس وقف في اي مكان احمد. خلاص اعطيها عبد الله. اكمل يلا روح. 35 شيل القرد. انت فوق. روح مرة ثانية. ما عليك نقز بدري. ايوه نقص بعد هذه وقف. ما عندك وقف بس وقف. عدلني الله. روح طيب دوب انا ماسك اليد. النار والله معليش ما اموت فيها مرة ثانية. لا اوكي بس هذه المرحله على طول بتطور. خلاص شوف لو واحد فينا فاز جاب نقطتين خلاص انتهى التالي يعني. اللي دقه واحد خرب علينا من هذول عندنا 4 جولات. لا بس ممكن اذا انت فزت انا افوز عادلك او ممكن بعدين يصير انا وياك الحاله نلعب بس بالضبط. ممكن انا واحمد نفوز. ممكن تفوز انت جولتين ورا بعض. لو كان ساينس فيكشن يعني ولا شيء. اوكي ابدا.
المرحلة ذي لا اي شيء غير انشارتد صح؟ اي اللي لعبنا اللي في انشارتد ذي والله ما ادري بس انها مرحلة غبية مشكلة كم نوقف حط ستار مو دحين مو دحين لا في هنا عند الشيك بوينت خلاص 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 احمد يلا يلا عند الشيك بوينت احمد توقف عشان ما عندك توقف نص اللعب ولا في توريط احسن والله حط ستار اول ما نقول لك والله قاعد ضغط صار تيم متى ما تستمر كمل نقول لسه دوري ورد ورد احمد ورد ورد وقف حط ستار وقف ستار ستار يلا يلا دور يا وين عبد الله راح فيها يطل ما في ستار يلا 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 حرك يلا كويس وصل والله على حظك من جد يلا يلا باقي لك 10 ثواني عبد الله راح عبد الله عبد الله ترى هذه اخر فرصه لك ما قلت لك اضغط ستار تضغط ها اضغط لا حلو قدام قدام العفو يلا 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 راح يلا كم باقي لي لسه 10 ثواني يا رب شيك بوينت والله بالقمطه الله اوه ماني شايف كيف ستارت في تنافي من عمزة والله فاز والله فاز يا الله بتجيب لي 16 كرتون ايش هذا شيء ما شوف ما ضيعنا ولا واحدة وين رحت فوق اثنين ثلاثة فوق ابجى فوق كان في برتقال ورا ايوه الله احمد يعرف لا 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 مو كذا احمد برا 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 مو كذا برا تعلمت منه الغلط يلا استنى استنى واحد اثنين ثلاثة روح روح مرة متحمس شاد الرجال تعرف ايش صار؟ معليش صفت علي انا وانت في الاخير زي الحصن برا عبد الله برا طيب هذا بيمشي اوكي واحد اثنين يلا ابدا زي الحصن تعرف بسرعة سريع سريع والله لا استنى استنى بس ما ترجع عليك ورا ما لا خلاص خلاص شكلها تخرك ذي دي استنى استنى جو غش لا والله غش انا الفايز انا نقطتين بعد لك بعد لك الحين كراش بعد لك خلاص اثنين 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 انا نقطتين خلاص اربع جولات اربع جولات بعد لك ارجع 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 سوي جو كذا شوي يلا يلا واحد اثنين ثلاث خذ برتقال يا شيخ ما ادري ليش برتقال ما عندك دور يعني برتقال يعني معناها زي مشروم الاخضر ايوه نفسه مشروم اخضر لا مو مشروم اخضر مشروم احمر انه بيعطيك فرصة اوكي ما خلص الوقت يلا خلص 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 عطى عبد الله يلا يلا مريت احمد بديت اطلع على اصحابي يعني 35 شكون في فنان كراش صغير بدالك لا ما في روح والله شجاع بس كويس والله الاخر ثاني شو توقف برا لا بمسك الله يستر اول مرة عبد الله يطلع قبلي اصبر اصبر لان احاول اجيب الفرصة لهم هذه تصبر بعدين اقول له ابدا هات هات ما عندي زي اللي صار لي زي اللي صار لا قلت اصبر اطلع خلي اطلع 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 والله غش والله غش هو قال لي احمد احسب لي اوكي هذا ما اصبحت يا يلا قال لي احمد اعطيه اعطيه 45 دقيقة ما يبدا دحين شوف قد استنى ما يبدا قاعد يتأخر قاعد يتأخر يا عيال قاعد يتأخر يا انا حسبه بيذبحني والله شوف لو خليته يفوز يا ويلك شوف دورك صار خلاص لا لسه لا صح ما باقي 15 ثانيه لا 15 ورطك احمد 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 ورطك لا يلا جو جو ورطك احمد لا تنهزم احمد احمد ما انهزم لا تنهزم عمران قامط اني عادلك ها والله تنهزم ولا قاعد اسالي عادي عادي ادعس روح روح برتقال خذ برتقال روح انتبه الناس بس يعطيك يلا روح فنان 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 خلاص انت وقتك داري يلا وقف له على الشيك بوينت محمد يموت محمد يموت روح روح يلا بسرعه كم الثواني يا احمد ما انت منتبه ولا احسن احسن لا تنتبه له خليه 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 يكمل انا الاول في كراش نعم نعم ليش الاول طبيعي انك الاول لانه فضلت انا ما انت مره انت فزت مره لازم تعدل مره ليش عادي 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 يلا يعطيكم العافيه شباب تعالوا شكرا شباب على المتابعه شكرا لكم اوكي طبعا فاز عمران كما هو متوقع اوكي لانه يحب الالعاب هذه نعم اوكي شو جايبك سكراش بس 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 بس
اذا عجبكم مقطع شباب لايكات كالعاده، لا تنسون باللايك، واذا تبون مقطع ثاني زي يقولون في التعليقات عشان نبدا بالجزء الثاني، وفي الجزء الثالث. يعطيكم العافيه.